احنا دائما بنشرح للمشاهدين او بنحب نوضح بعض الامور، انه دائما المفن بتختلف عن الكب كيك. الكب كيك هي كيك بس بتصير كب كيك، يعني بتصير صغيره بالكب. المفن بيكون قوامها اقرب للخبز، فبيكون عاده انه بنخلط المواد الناشفه لحاله والمواد المبلوله لحاله وبعدين بنخلطهم مع بعض. صحيح. هاي الوصفه مالحه، يعني مفن مالح. حبيت ادخل فيه القرع بما اني جايبه القرعه وجايبه القرعه. صح، هي القرعه كبيره، قرعه طبعا، فعشان ست البيت تستفيد منها لاكثر من شغله جربت وصفه الخبز هاي فيها طلعت بتشهي. طيب لنعمل مفنز القرع، احنا بحاجه ل معلقتين زيت زيتون، معلقتين زيت زيتون، بدنا كمان ثلث كوب زيتون اسود يوناني كلاماتا، كوب قرع مسلوق ومهروس، 2 بيض، معلقه صغيره خل ابيض، وكوب حليب. بدنا كمان كوب طحين، كوب طحين قمح، معلقه صغيره بيكنج باودر، كمان بدنا نص معلقه صغيره بيكنج صودا، ومعلقه صغيره ملح، معلقه صغيره زعتر طازج مجفف. كمان بدنا معلقه صغيره بودره الثوم، كوب من الاجبان المبشوره، معلقتين من بذور القرع، ومعلقتين من اللوز المحمص والمطحون. حلو. هلا هون رح احط المواد الجافه. روان شوفي ايش عندي. هون رح احط كوب من الطحين القمح دخلته في الوصفه، تمام، وكوب من الطحين العادي. بعدين رح نحط هون عنا البيكنج باودر والبيكنج صودا مع بعض. صح. رشة سكر، لأنه طبعاً حتى لو مالح لازم نحط رشة سكر بسيطة. بدنا نحط الملح. ورح نحط بودرة الثوم. ورح نحط الزعتر. فهيك صار عنا المواد الجافة مع بعض، صح؟ خلطناهم مع بعض. نحط البيضتين ورح نحط عليهم زيت الزيتون، كمية بسيطة يعني تقريبا معلقتين. ورح نحط عليهم يارورو كوب حليب، حليب سائل. أوكي. كوب حليب سائل. ورح نحط كمان يا ستنا العزيزة، هلا المواد الرطبة هيها صارت عنا، بدنا ناخد بس هذا الويسك نضربهم مع بعض. قولي لي القرع امتى بنحطه اذا مع المواد السائلة؟ هون. يعني طبعا انا سالقته وهرسته مسلوق مهروس على البلندر اليدوي. اوكي، كثير سهل. هذا هو نفس القرع اول شيء سلقناه، في ناس بشوه شوي. أيوة. بصير وبعدين بسلقوه، فحسب الرغبة. حلو. تقريبا كوب من القرع. هلا صار عندي كل شيء رطب هون، المواد الجافه هون، بنحطهم على بعض. كثير وصفه مغذيه، ولانه دخلنا فيها كمان طحين القمح لسه رح تطلع اغنى واغنى طبعا واسكى. هلا الاضافات، انا عندي هون اجبان زي ما بدكم، بتقدر تحطوا حلوم تطلع زاكيه، حطيت مونتريجا كانت عندي يعني، او اشقوان، بتقدر تحطوا حلوم او جبنه نابلسيه برضه بطلع زاكيه، وهذا الزيتون اللي انا بحبه كثير، رح احط شوي جوا الخلطه والباقي على الوجه. اوكي، زاكي هذا الزيتون، بحسه هو اللي طعمته معتدله. ايوه، لا مالح، لا مالح كتير ولا حر ولا حدق، يعني هو الوسط بزبط لهي الوصفه. خلينا نغير الوسط ونجيب السباتشولا احسن. اوكي، ويا صديقتي وصفتنا الحلوه صارت جاهزه. رح هلا شوفوا، انا حطيتهم هون بقوالب المافنز او الكب كيكس او قوالب التشيز كيك الصغار زي ما بدكم. انا رح اجيب هون قالب للتشيز كيك. يا رورو تنزلي لي اياها هون طبعا عشان تتسلي معنا، وراح اضيف على الوجه، حاطه هون انا بذر اليقطين ومثلا اي بذور عندكم فيها، لا شيا سيدز، في ناس بحطوا يعني ايش ما عندكم من البذور المغذيه، عباد الشمس، وات ايفر، اي شيء عندكم اياه بزبط. فانا راح احطه عليه بعد ما اخر شيء يعني بعد ما ننزلها بالضبط. يلا هلا خلينا نشيل هدول. تعرفي بده خلط شوي صغير. حضر يلا نقطة. عشان نحضر ليارا، نخلي كل شيء هون مرتب عشان بعدين يارا بدها تعمل لنا كيكه زاكي اليوم. ضل اضافه واحده نسيناها اللي هي الخل، بس بدنا نحط نقطه الخل. اذا خل ابيض بالنهايه حطينا الخل لانه فيها بيض، عرفتي؟ صح. ولانها مش وصفه حلوه فما بدي احط طبعا لا فانيلا ولا كذا، فبس هيك نقطه خل شيء بسيط. حلو. طب ديما قولي لي ليه بالكيكات اللي ما فيها بيض برضه بحطوا خل؟ حسب، في هلا ما هو على فكره الخل مرات بتفاعل. هلا مثلا في كيكات بيكون فيها بيكنج صودا، البيكنج صودا بدها عامل حمضي لتشتغل، فبنحط اوكي خل. فلازم نحط ماده حمضيه. اوكي، استني شوي رورو عشان ننزلها كلها حرام. بندخلها على فرن حرارته 180 درجه لمده ربع ساعه او لثلث ساعه لانه هاي كبيره،
هلا الصغار اخذوا معي ربع ساعه، هاي بجوز تاخذ ثلث ساعه لانها برضه رقيقه مش كتير تخينه، شايفين؟ خلص يسلموا هالايدين. جميل كثير. رح هلا اوزع باقي الجبنه والزيتون والبذور اللي عندي. هدول كثير زكين سناك على صح؟ فرح. صرت كثير بحبهم انا مع تمر. حتى مع جوز بتحطي معهم هيك كرامبريز مرات زاكي كثير، والجبنه فظيعه موضوعها فوق يعني صح. بعطي حتى طعمه زاكيه. يلا رورو خلينا نوزع الحبوب كمان. طيب هلا احنا اليخنه تبعتنا صارت جاهزه. هلا بالنسبه لهاي بس نذكر انه بندخلها على فرن حرارته 180 درجه لمده ربع لثلث ساعه. تمام